السلام عليكم. اليوم انا مع تمرين بيسبس بلا بار. عندنا نهار نخدمو سيونس نخدمو لا بار طويله وسيونس نخدمو لا بار ازاد. في دوك هنا كاين في البيسبس كاين بزاف اللي راهم يتناولوا واحد الاكزرسيس هذاك انا ما يعجبنيش. انا بور موا ماهوش يضرب في البيسبس وماهوش يسقم في البيسبس ومن بعد يقول البيسبس تاعي ما كبرش ولا ما طلعش. دوك نوريكم هنا كيف. لا شارج ما تهمش، لا شارج دير قيس هنا. كاين بزاف اللي يخدم هكا، يخدم هكا هنا. شوف لي شوف يديه وين حبسو ليكوب. هي لا لا البيسبس لازم يتكسر يديك. على جنب باه يخدم البيسبس هنايا، باه يخدم كومبلي حتى لهنا، ما يخدمش دومي، سي ان ميسكل كومبلي. الكود ديالك يتغلق، وهذا ماشي أي شي كود يكون مهم يخدم، وهنا يطلع ها، ها، من بعد نمرو للتمارين التالي. دوكا التمارين التالي، بيسبس صغير أكثر، شوف يديك يكونوا هنا. تطلع هذه الاولى هكذا تهبط باش تطلع الاخرى. ها كاين بزاف اللي يخدم هاي. هذا ما هو يدير والو، لازم تطلع هذه هكذا تهبط باش يعاود تطلع هذه وتهبط هكذا لي كات سيري دو دوز. تقدر تخدمو دوبو، تقدر تخدمو قاعد. ما نقولوش علاش دوبو كيفاه وقاعد كيفاه، شي كيف السيونس ديال قاعد والسيونس ديال دوبو. دوكا مع التمرين الثالث، دوكا رانا مع التمرين الثالث. ايزولاسيون البيسبس لابول. نقعد نتكا مليح هنايا، نحط الكود ديالي هنا على الجنبة ومن بعد ها زوج الاولين ديروا ربعه ربعه وهنا تروفوا تعجب. كاينه حاجه ثانيه ما ننساوش السته ثانيه، سواء كاع تريسبس بيسبس تريمولي ابار زابدومينو ولا لابريس 45 تاع لي ما ننساوش السته. السته هي حق بروتيجي لازم السته، ما تقولي حتى هذا نقدر وما نقدرش لازم السته.